تحياتي لكم جميعا متابعي ورشة أسس البحث العلمي برعاية الجمعية السورية للبحث العلمي. سأكون معكم أنا ضياء زينة عضو الجمعية السورية، ختاما لما تقدم به الأساتذة المحاضرون. في هذه المحاضرة العاشرة وبعنوان مهارات التواصل والتخاطب، ستستهدف هذه المحاضرة الطلاب والخريجين والباحثين عن فرصة عمل من السوريين خاصة والعرب عامة. في هذه المحاضرة ستكون مبنية على توجهين رئيسيين، التوجه الأول سيكون هو التوجه الأكاديمي، والتوجه الآخر سيكون هو التوجه المهني. قبل البدء بتعريف مهارات التواصل والتخاطب، لا بد لي من أن أذكر مثالا بسيطا لتقريب المفاهيم. هذا المثال سيكون كالآتي: لدينا هنا ما نعرفه بالطريقة البدائية لنقل الصوت. في هذه الطريقة سيكون الطرف الأول هو أنت، والطرف الآخر هو الجهة المتقدم لها، سواء جهة أكاديمية لغرض برامج الدراسات العليا، أو سواء جهة وظيفية مهنية. كلنا نعلم أن هذا السلك هو وسيلة الاتصال بين الجهتين، هو من سينقل الصوت. هذه هي مهاراتك، هذه هي مهارات التواصل والتخاطب. هنا في هذا السلك، إن كان مشدودا بشكل متين، سوف ينقل صوتك بحدية إلى الطرف الآخر، مما سيجعله غير مستساغا. في المقابل لو كان هذا السلك ضعيفا مرخيا، فبالتالي سيرسل صوتك ضعيفا إلى الجهة المقابلة. نحتاج إلى أن نبني مهاراتنا في التواصل والتخاطب عن طريق جعل هذا السلك أو هذه المنطقة متزنة لننقل صوتا واضحا، ونبرز مهاراتنا ونبرز إنجازاتنا ومؤهلاتنا وخبراتنا للطرف الآخر بشكل ممتاز. إذن أعزائي، في هذا المثال البسيط أصبح واضحا لنا وأقرب إلى فهمنا أهمية مهارات التواصل والتخاطب. سأتابع معكم بطريقة عرض الشرائح لفائدة ومتعة أكبر. سنعرف هنا مهارات التواصل والتخاطب بأنها الطريق المختصر والمفتاح الذهبي للدخول من بوابات الأعمال والصروح العلمية. هنا يأتي دورنا في الإعداد المسبق والتحصيل العلمي والمهني للكفاءات والخبرات المطلوبة. 85% تقريبا من النجاح الشخصي على المستوى العلمي والمهني تعتمد على مهارتك في التواصل والتخاطب. ستكون هي بمثابة العرض الجذاب أو نوع من تسويق الذات للآخرين. وهي ككل المهارات تحتاج إلى صقل ومتابعة وتعلم وتمرين وممارسة مستمرة. هنا سنسلط الضوء على بعض من أهم مهارات التواصل والتخاطب. نبدأ بالسيرة الذاتية، ثم ملخص السيرة الذاتية، الخطاب المرفق نحو مقابلة عمل ناجحة، البيان الشخصي، بيان الغرض من الدراسة، المقابلة الجامعية، ثم التواصل الشبكي وأهميته في تقديمنا للآخرين. السيرة الذاتية وملخص السيرة، أو ما يعرف بالسي في والريزيوم. السيرة الذاتية تعريفها هي البيان أو التقرير الشخصي المفصل الذي يقدمك للجهة الأكاديمية التعليمية أو البحثية. لذلك يجب أن نعرف أن السيرة الذاتية هي ما سنقدمه لجهة أكاديمية وليس غيرها. السيرة الذاتية توضح تاريخك الشخصي حول المستوى العلمي والخبرات الأكاديمية والمهنية، الشهادات والأوسمة، إنجازاتك ومؤهلاتك، وكل ما يجعلك متميزا عن المتقدمين الآخرين. طبعا ما نتحدث به هنا هو المتقدمين لبرنامج علمي أو بحثي أو أكاديمي أو عمل في مجال أكاديمي. لذلك سنفرق بينها وبين ملخص السيرة الذاتية، حيث أن ملخص السيرة الذاتية هو صفحة التسويق الشخصية التي تعرض الخبرات
والإنجازات والمهارات المهنية ذات الصلة بالوظيفة المتقدم لها. هنا يجب أن ننوه بأن ملخص السيرة الذاتية هو موجه إلى جهة عمل ومكتوب بشكل علمي وظيفي وفني أحيانا، بدءا بالمهارات والكفاءات الأحدث نحو الأقدم. لذلك يجب أن نعرف بأن المفتاح الذهبي للوصول إلى مقابلة جامعية عن طريق السيرة الذاتية أو للوصول إلى مقابلة العمل عن طريق ملخص السيرة الذاتية. قبل الشروع في كتابة السيرة الذاتية أو ملخص السيرة، هناك خصائص ومميزات فارقة يجب أن نعرفها. السيرة الذاتية موجهة إلى لجنة قبول أكاديمية أو تعليمية أو بحثية كما سبق وشرحنا، وفي المقابل ملخص السيرة موجه إلى مدير الموارد البشرية لجهة العمل ولصاحب العمل أو وسيط التوظيف. من حيث عدد الصفحات فإن السيرة الذاتية تبدأ من صفحتين إلى أربع بحد أقصى بحسب خبرة الشخص ومؤهلاته وضرورة الإسهاب في شرحها. أما بما يخص الملخص فهو صفحة إلى صفحتين كحد أقصى، وسنأتي إلى بيان هذا وما هي الاستثناءات. يشمل CV أو السيرة الذاتية جميع المعلومات الشخصية العلمية والمهنية. أما ملخص السيرة كما شرحنا سابقا فهي المعلومات المهنية والخبرات، ولكن تذكر بأنها ذات الصلة فقط بالوظيفة التي تقدمت لها. السيرة الذاتية لا تحتاج إلى إطار أو نمط فني للعرض، بينما ملخص السيرة يقبل الإطار الفني المتناسب مع مجال العمل، وسنشرح هذا بالتفصيل. السيرة الذاتية مفصلة وواضحة وشاملة، أما ملخص السيرة فهو متسلسل مهنيا من الأحدث وموجز وطبعا واضح بالتأكيد. هنا سنأتي إلى محتويات ملخص السيرة والسيرة الذاتية. سنبدأ بمحتويات ملخص السيرة. المعلومات الشخصية مقدمة عن الهدف الشخصي المهني، وهنا ستذكر مؤهلاتك وخبراتك وما الذي يدعوك إلى التقدم إلى هذه الوظيفة، باعتبار أن ملخص السيرة هو الموجه إلى جهة عمل. المستوى العلمي وما يحتويه من قائمة بالشهادات الأكاديمية الحاصل عليها الجامعة أو المعهد، ثم كتابة تاريخ البدء والنهاية. نأتي إلى الخبرات المهنية ذات الصلة، نكتبها باسم الشركة، عنوان الشركة وموقعها الإلكتروني، تاريخ بدء وانتهاء العمل، المنصب الوظيفي، المسؤوليات الرئيسية التي أديتها في هذه الجهة. ثم نأتي إلى المهارات ذات الصلة وإلى معرف وظيفي أو اثنين سيقومون بتعريفك إن تطلب الأمر تجاه الجهة التي تقدمت لها إلى فرصة عمل. المعلومات الشخصية هي بداية ملخص السيرة والسيرة الذاتية. هنا سنتكلم عن السيرة الذاتية. بعد كتابة المعلومات الشخصية من الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني، نكتب مجالات التخصص والاهتمامات الأكاديمية ونفصلها، ثم نوضح المستوى العلمي عن طريق قائمة بالشهادات العلمية، مشروع التخرج أو الأطروحة، اسم الجامعة أو المعهد مع تاريخ البدء والنهاية، ثم ننتقل إلى المنح والجوائز والتكريم، ثم إلى المنشورات والأوراق البحثية والمحاضرات متى وجدت، ثم الخبرات المهنية الشخصية إضافة إلى التدريسية أو البحثية أو المخبرية، الأعمال التطوعية، العضويات في الجمعيات والمنظمات، المنجزات العلمية والأكاديمية أو المهنية، ثم المراجع والتوصيات.
لذلك عرفنا السيرة الذاتية بأنها المفصل الشامل الشخصي، وكانت ملخص السيرة الذاتية هو صفحة تسويق الذات بطريق موجه بعرض المعلومات ذات الصلة بالوظيفة المتقدم لها. في كتابة ملخص سيرة ذاتية لكتابة ملخص سيرة ذاتية متميز، لا يجب أن تكتب كل عمل قمت به منذ مرحلة مبكرة، وإنما ذات الصلة فقط. إذن سنكتب الأعمال ذات الصلة بالوظيفة المتقدمين لها، سنترك كل عمل قمنا به سواء في مرحلة متقدمة، في مرحلة الثانوية أو المرحلة الإعدادية وغيرها، أو أثناء الدراسة الجامعية إن لم تكن ذات صلة بالوظيفة. ركز على الكلمات المفتاحية المهنية المتخصصة، وهنا يأتي دور هذه الكلمات خاصة إذا تكررت في ملخص السيرة الذاتية لتبرز القوة والمهارة التي تمتلكها. التركيز على إبراز المهارات والخبرات المرتبطة بالمجال الذي تقدمت إليه، وهنا نكرر هذه المعلومة ليرسخ في أذهاننا أن ملخص السيرة هو مقدم إلى جهة عمل لغرض وظيفي، فيجب أن تكون جميع الخبرات وجميع المعلومات المكتوبة في ملخص السيرة مطابقة للوظيفة التي تقدمت لها. ذكرنا أن عدد الصفحات محدود في ملخص السيرة الذاتية، وهو صفحة إلى صفحتين بأقصى حد، وقلت لكم أننا سننوه إلى بعض الاستثناءات، ومنها بعيدا عن محدودية الصفحات أو الشكل الرسمي ولكن بإيجاز واحترافية. نرى مؤخرا نتيجة للتقدم التقني أنواعا أخرى مما يقترب من ملخص السيرة كالفيجوال جرافيك بروتوفويل، وهي ملف السيرة البصري أو التفاعلي الذي يعد من قبل الطلاب أو حاملي الشهادات العلمية في المجالات الفنية والتصميمية كاليغرافيك مثلا. ملخص السيرة المصمم فنيا واحترافيا تبعا للخلفية العلمية والمهنية، يعتبر مقبولا وملفتا لتسويق الذات بشكل جذاب ومحترف أمام الشركة أو صاحب العمل. وهنا نرى معظم مهندسي العمارة أو طلاب التصميم يقدمون ملخص السيرة الذاتية بتصميم خاص بهم ملون مزخرف بإطار معين. هذا الإطار عادة ما يكون تابعا لتخصصهم ومبرزا لمهاراتهم في بعض الأحيان. يمكن عمل ملخص سيرة أيضا بطريقة العرض التقديمي، يتيح استخدام المهارات الفنية للعرض وبأسلوب تسويقي طالما تقبل هذه الصيغة أو تطلبها الجهة الموظفة. لكتابة ملخص سيرة متميز، احرص على أن يكون لديك أكثر من نسخة للسيرة، ويجب أن تكون كل نسخة مستهدفة لعمل محدد. حاول قدر المستطاع أن تكون السيرة الذاتية قصيرة وموجهة. ابتعد عن استخدام الاختصارات، بل اذكر الجمل بالتفصيل، فلا نذكر MIS أو BC أو ما شابه ذلك كاختصار لأسماء أو أماكن أو ما شابه. لا نستخدم الكلمات العامية أو حتى الكلمات الشديدة التعقيد، فقط سنقول الحقيقة وبوضوح. إذا وضعت فقرة الهدف فدعها تكون مطابقة تماما للتوصيف الوظيفي المستهدف. احرص على وجود جميع المعلومات الاتصال والعنوان التفصيلي. رتب الفقرات والكلمات المفتاحية حسب الأولوية، وابدأ دائما بنقاط القوة، وكما قلنا سابقا سنبدأ بالأحدث نحو الأقدم. استخدم نفس التنسيق لجميع المقاطع. إذا كنت ما تزال تعمل أو تدرس في نفس المكان اذكر تاريخ البدء، وضع مكان تاريخ النهاية كلمة إلى الآن أو present. لكتابة سيرة ذاتية متميزة، هنا نتكلم عن السيرة الذاتية وليس ملخص السيرة كما أوردنا سابقا.
جودة الكتابة والتنسيق الجيد وبلون واحد أو لونين بحد أقصى. ابتعد عن الألوان الكثيرة أو المعقدة. هي السيرة الذاتية التي ستقدمها إلى لجنة قبول جامعيين أو أكاديمي، فليس هناك مجال لأن تستخدم أو تلون أو تضع في إطار، بحيث ما يهم هذه اللجنة هو المعلومات الشخصية وليست الأوراق التي بين أيديهم. ننتبه إلى حجم الخط وننتبه إلى نوع الخط، ويمكننا استخدام خاصية البول للعناوين الجزئية بحجم قياسي بين 10 إلى 12 باستخدام الوورد. تجنب وضع فقرات سردية بدون جدوى ضمن السيرة الذاتية. هنا يجب أن نكتب كل شيء باختصار وبوضوح، ونبتعد عن أي معلومات كتبت بدون جدوى ستؤدي إلى تشتيت القارئ ومن ثم إلى استبعادك. لا يوجد ترتيب محدد للفقرات في كتابة السيرة الذاتية، وهذا مهم، لذلك سنفرق بينها من خلال هذه النقطة وبين ملخص السيرة، بأن ملخص السيرة مرتبا من الأحدث إلى الأقدم. هنا في ملخص السيرة الذاتية يمكننا كتابة الخبرات قبل المستوى العلمي أو بالعكس وهكذا. أثناء كتابة ملخص السيرة والسيرة الذاتية ننتبه لوجود الأخطاء القواعدية والنحوية، ثم نطلب من أحد المتخصصين أن يراجع السيرة الذاتية بسبب صعوبة اكتشاف الأخطاء الشخصية. عندما نذكر مشروع تخرج أو أطروحة سنضع فقط العنوان، تاريخ المشروع، جملة بسيطة لوصف العمل المنجز، ويمكن وضع اسم المشرف أو الأستاذ واسم الجامعة أو الكلية مثلا. اذكر دائما التاريخ والمكان والأشخاص المشاركين والمسؤولين. يمكننا أيضا ذكر الأعمال التطوعية والعضويات العلمية والمهنية، وهذا أفضل لوضع انطباع جيد أمام لجنة القبول. هنا وقد انتهينا من السيرة الذاتية وملخص السيرة الذاتية. ببساطة هي عبارة عن فورم موحد أو صيغة موحدة أو نموذج موحد، نبتدئه بالمعلومات الشخصية ثم نتفرع إلى التفاصيل. ملخص السيرة هو أقل تفصيلا وأقل جهدا ومن ثم أكثر تركيزا تجاه الوظيفة التي تقدمت لها. في المقابل السيرة الذاتية ستقوم بسرد تاريخك الشخصي بشكل منظم ومرتب نحو مقابلة عمل، نحو مقابلة جامعية متميزة. هنا هذه الأسئلة وأرجو أن تدونوها. كيف نميز بين السيرة الذاتية وملخص السيرة الذاتية؟ أذكر 3 سمات فارقة. ماذا يسمى الشكل الوظيفي للسيرة الذاتية؟ بعد أن تعرفنا على السيرة الذاتية وملخص السيرة، نأتي إلى الخطاب المرفق أو ما يعرف بالكفر لتر، وهو الخطاب المرفق بملخص السيرة وليس بالسيرة الذاتية. السيرة الذاتية نقدمها مستقلة، وملخص السيرة الذاتية نقدم معه خطابا مرفقا ونعرفه كالآتي. الخطاب المرفق هو المقدمة الرسمية لملخص السيرة الذاتية والمرفق بها عند التقدم إلى فرصة عمل. هدفنا في هذه المحاضرة مساعدتك في تطوير المهارات والأدوات المساعدة في التحضير لصفحة الخطاب المرفق الخاصة بك. تأتي أهمية الخطاب المرفق من وجهين. هو ما يبرز اهتمامك ومؤهلاتك وجاهزيتك للعمل المطلوب أمام الجهة الموظفة. هو فرصتك في تكريس الانطباع الأول الجيد نحو إقناع الجهة الموظفة بكفاءتك. هنا تقف الجهة الموظفة وتطلب منك أن تقدم مؤهلاتك واهتماماتك بصورة جيدة مختصرة
تجعل لديهم انطباعا جيدا أو مقنعا ليختاروك كموظف تعمل لديهم. الخطاب المرفق من جهة أخرى إذا كان جيدا وجذابا سيدفع صاحب العمل أو إدارة الموارد البشرية للنظر في أوراق اعتمادك كسيرتك الذاتية وبقية المستندات المقدمة. وهنا أتكلم عن ملخص السيرة الذاتية طبعا. إذا كان خطاب أو الخطاب المرفق المقدم غير جيد أو إذا لم تقدم خطابا مرفقا فاعرف أن هذا سيجعل الجهة الموظفة مضطرة للانتقال إلى المتقدم التالي بدون تردد. كيف نكتب الخطاب المرفق؟ هنا سنتحدث عن بنية الخطاب المرفق وما يجب أن يشتمل عليه من عنوان، من الاستهلال والتحية، من النص الافتتاحي إلى النص الرئيسي إلى النص الختامي إلى التحية الختامية والتوقيع. وهو ككل الخطابات مشتمل على هذه النقاط كسمة عامة للخطابات المقدمة في شتى المجالات. ما أريده منك أن تكون محددا واجعل رؤيتك وأهدافك واضحة. ما أعنيه أن تخبر الجهة الموظفة عن السبب الذي يجعلك مؤهلا للوظيفة الشاغرة، أن تقضي وقتا جيدا في قراءة التوصيف الوظيفي. عادة ستعرف عن هذه الوظيفة من عن طريق إعلان، سواء من جهات إعلانية عن الوظائف أو سواء من توصية من قبل صديق أو إلى آخره، وسيكون لكل وظيفة توصيفا دقيقا لماهية ومهام هذه الوظيفة إن كنت ستعمل بها. لذلك قضاء وقت جيد في قراءة التوصيف الوظيفي ستعطيك انطباعا عما إذا كان أو عما إذا كانت هذه الوظيفة مناسبة لك. يجب عليك عمل بحث واطلاع مسبق حول جهة العمل، وهي كقراءتك للتوصيف الوظيفي. البحث المسبق سيوضح لك ما هي توجهات جهة العمل وأهدافها، ما هي حاجتها للتوظيف في استقطاب المتقدمين لهذه الوظائف. ستعرف موجزا عن تاريخ جهة العمل، المؤهلات والمهارات التي تغطي احتياجاتها، معلومات التوظيف العامة. هذه المعلومات ستجعل من الخطاب المرفق أمرا سهلا أثناء كتابته، بسبب أنك مطلع على كل شيء يخص هذه الوظيفة وأنك مقتنع بأنك الشخص الأنسب الذي يجعلك مؤهلا لشغل هذا المنصب. هنا لا يجب أن نخاطب بجملة إلى من يهمه الأمر، ويجب أن نذكر هذا في أي خطاب. لا يجب أن نكتب عنوان الخطاب كالخطاب المرفق أو السيرة الذاتية أو ملخص السيرة. سنكتب أو سنبدأ بالعناوين الشخصية بدون أن نعنون هذه الخطابات بأسمائها التي نطرحها الآن، فهي مفهومة من محتواها ومفهومة من أسلوب توجيهها. نتابع في كيفية كتابة الخطاب المرفق. النص الافتتاحي سيحتوي على المنصب المتقدم عليه، ورقم مسابقة التوظيف إن وجد، واسم الوسيط أو جهة الإعلان عن الوظيفة التي أبلغتك عن هذه الوظيفة الشاغرة. إذا كنت موجها من قبل شخص أو هيئة موصية فاذكر ذلك في النص الافتتاحي. أظهر جوانب اهتمامك بشكل عام بالمنصب المطلوب. النص الرئيسي هو ما ستذكر فيه أين تتقاطع مؤهلاتك ومهاراتك مع شروط العمل ومتطلباته بحسب ما وردت في الإعلان عن الوظيفة وفي التوصيف الوظيفي. إذن اعرف مؤهلاتك ومهاراتك وقاطعها مع متطلبات العمل ثم اكتب عنها. قدم لخبرتك والدورات التدريبية والسمات المميزة لك وذات الصلة بالوظيفة. وهنا نركز
كما شرحنا سابقا أن الخطاب المرفق هو مرفق لملخص السيرة، وكلاهما موجه بشكل خاص إلى جهة عمل، وتحتاج إلى ذكر فقط المواضيع أو الخبرات أو الكفاءات أو كل شيء ذو صلة بالوظيفة، ولا تسهب خارج هذه المعلومات. النص الختامي: كرر بذكر اهتمامك بالمنصب الوظيفي وأين يكمن مكسب جهة العمل. أظهر اهتمامك بطلب موعد لمقابلة الشخص المسؤول لمناقشة شخصية. أبلغ المسؤول بأنك ستعاود الاتصال لاحقا في موعد محدد لمعرفة حالة طلبك. أسس وادعم مفهوم أنك القطعة الناقصة في الأحجية المتعلقة باكتمال صورة السلسلة الوظيفية التي تطمح لها جهة العمل وتسعى إليها. دائما أخبر جهة العمل عن طريق مؤهلاتك وخبراتك، وعن طريق سياقتك للخطاب الشخصي والخطاب المرفق أو ملخص السيرة الذاتية، بأنك القطعة الناقصة في الأحجية التي لم تكتمل بعد والتي تطمح لها أي شركة وظيفية. هذه أفكار مفيدة وذكية يجب أن تعرفها. اعرف وافهم بوضوح ما الذي تبحث عنه جهة العمل في المتقدمين للوظائف الشاغرة. كما أسلفنا، اطلع وابحث بشكل جيد حول جهة العمل، قم بزيارة إلكترونية وتصفح موقعهم على الشبكة، أو اطلع على رسالة الشركة العامة وأهدافها وبيان المهام التي تقوم بها. يمكنك أن تتحدث مع بعض الموظفين الحاليين قبل التقدم إن كان ذلك متاحا. قاطع كل ما سبق ولخص تطلعاتك ومهاراتك وتخصصك واهتمامك فيما يصب في مصلحة قبولك للوظيفة المطلوبة. بعد أن أنهينا كتابة الخطاب المرفق، ننتقل إلى البيان الشخصي وبيان الغرض من الدراسة. هنا العلامات الفارقة بين الاثنين أن الخطاب المرفق هو ما سترفقه بملخص السيرة الذاتية، وهو يشبه إلى حد كبير البيان الشخصي وبيان الغرض من الدراسة، ولكن بتوجه أكاديمي وبأسلوب علمي أكاديمي متخصص أكثر. البيان الشخصي تهتم به معظم الجامعات، وتطلب من المتقدمين للدراسات العليا تقديم بيان شخصي يعرض فيه طلبه بأسلوب معتمد، مما يساعد لجنة القبول على تقييم المتقدمين على مستوى شخصي أكثر دقة. إذن البيان الشخصي سيكون هو مفتاحك الذهبي للمقابلة الجامعية، وهو ما سيشرح ما ذكرته في سيرتك الذاتية. إذا كنت بصدد التقدم إلى الدراسات العليا وتواجه صعوبة في كيفية كتابة البيان الشخصي، حاول الإجابة على التساؤلات التالية قبل الشروع في الكتابة. اعرف لماذا نكتب البيان الشخصي. اعرف أيضا المحتوى المراد توظيفه لكتابة بيان ناجح. لماذا نكتب البيان الشخصي؟ ما الذي يدفع لجنة القبول للنظر في أمرك؟ هذا سؤال. ما الذي سيجعلك ناجحا في مجال دراستك؟ ما هي دوافعك، مهاراتك ونقاط قوتك، خبراتك؟ ثم تذكر، تقييمك سيكون من قبل أعضاء هيئة التدريس الذين غالبا ما يكونوا خبراء في تخصصهم. هدف لجنة القبول أن يتأكدوا بأنك ستستطيع أن تفكر وتقرر بالقدر الذي تعتقده أنت. لذلك ستوضح ذلك في بيانك الشخصي. ستذكر ما الذي أو ستركز على ما الذي يدفع لجنة القبول للنظر في أوراقك. ستركز على ما الذي سيجعلك ناجحا في مجال دراستك ودوافعك ومهاراتك وخبراتك. سنتحدث هنا عن المحتوى المراد توظيفه لكتابة بيان ناجح.
من أنت؟ ستكتب بالطبع عن شخصيتك. ما الذي تطمح لفعله؟ هل أنت مستعد؟ لماذا هذه الجامعة أو الكلية تحديدا؟ ما الذي يميزها برأيك؟ إذن وفق هذا المحتوى ستكون إجاباتك. طبعا بعد اطلاع دقيق سنأتي عليه لاحقا. يمكنك أيضا إرفاق السيرة الذاتية ورسائل توصية إذا كان ذلك مطلوبا من قبل إدارة القبول. ما هي الأجندة الخفية والأجندة الشخصية المتعلقة بالبيان الشخصي وبيان الغرض من الدراسة؟ نبدأ بمحاور الكتابة الرئيسية. كن مقنعا في طرح جاهزيتك واستعدادك، لذلك أخبر لجنة القبول أنك جاهز ومستعد، سواء من حيث التقدم للبرنامج وسواء من حيث جاهزية وقتك وأوراقك واستعدادك للالتحاق بالبرنامج والبدء في مرحلة الدراسات العليا. تحصيلك لمعدل علمي جيد لم يأتي صدفة، لذلك أذكر ما هي العقبات التي واجهتها وما هو كم الجهد الذي بذلته لتحصل معدلا علميا جيدا. ولكن ابتعد عن التباهي وابتعد عن التفاخر وكن مقنعا وقل لدي ما يميزني. استخدم أمثلة تميزك عن غيرك من المتقدمين لبرنامج الدراسات العليا. اذكر خطتك العلمية والعملية على المدى البعيد، ثم سنأتي على المدى القريب. كن متناسبا مع خطتك وأهدافك المهنية. إذا فكر بشكل موضوعي وبحيادية حول ما هو طموحي في تحصيل هذه الدرجة العلمية. اعرف طموحك جيدا، اعرف ما هي دوافعك وماذا تحب، اعرف ما الذي يجعلك متميزا عن باقي المتقدمين. هذا أو المعرفة بهذه الأشياء والمعرفة بمحاور الكتابة الرئيسية للبيان الشخصي ستساعدك في كتابة بيان ناجح وممتاز. ذكرنا الأجندة الخفية، وهنا ستظهر أمامكم هل اتبعت تعليمات التقدم للبرنامج؟ طبعا الأجندة الخفية يجب أن تعرفها هي بمثابة جهة القبول أو بمثابة أسئلة ضمنية تقدمها لك جهة القبول بدون أن تذكرها. لذلك التزم بالتعليمات، بتعليمات نموذج البيان الشخصي أو بيان الغرض من الدراسة المذكور لدى موقع الجامعة أو في أوراقهم الرسمية. استخدم نموذجهم إن كان ذلك متاحا أو إن طلب منك. أجب عن الأسئلة. طبعا هذه الأسئلة عادة ما تكون خاصة ببيان الغرض من الدراسة، وسنأتي على الفرق بين البيان الشخصي وبيان الغرض من الدراسة. إلى أي حد كنت مقنعا في صياغة البيان الشخصي؟ وظف أدلتك فيما يجعلك مؤهلا ومناسبا ومميزا عن باقي المتقدمين لبرنامج الدراسات العليا. قدم أطروحتك وادعمها بالحجة إن كان ذلك متاحا. تجنب المبالغة أو الخروج عن الهدف. البيان الشخصي وبيان الغرض من الدراسة هدفه هو برنامج الدراسات العليا، وكيف يمكن أن تقاطع مهاراتك وخبراتك وأهدافك وتطلعاتك وخططك العلمية المستقبلية مع هذا البرنامج، لذلك ستكون متميزا عن المتقدمين الآخرين. أيضا في الأجندة الخفية يجب أن تعرف إلى أي حد كانت كتابتك للبيان جيدة فنيا ولغويا. لذلك قبل البدء بالكتابة يجب أن نعرف الأجندة الشخصية التي تتمثل في محاور الكتابة الرئيسية، والأجندة الخفية والتي تتمثل في اتباع تعليمات البرنامج العلمي أو الأكاديمي للدراسات العليا، التي أيضا ستكون حول ما إن كنت أنت مقتنعا في صياغة البيان الشخصي
الخاص بك وحول كتابتك للبيان بشكل فني ولغوي جيد. كتابة البيان الشخصي. سنتحدث هنا عن الخطوط العريضة في كتابة البيان الشخصي، ثم سنتطرق إلى المسودات الأولى والثانية، وأخيرا إلى البيان الشخصي بالشكل النهائي. هنا في الخطوط العريضة لكتابة البيان الشخصي لا بد، أو كما أسلفنا، بأن كل خطاب أو بيان يحتوي على نص افتتاحي. هنا سنلفت الانتباه ونجعله جذابا ومثيرا للإعجاب، مقدما ومتصلا بما بعده، طبعا حول كل ما يدور لدراسة أو للتقدم لبرنامج في الدراسات العليا. النص الرئيسي. سننوه إلى الأسباب التي تدفعنا للالتحاق بمجال التخصص المتقدم أو المتقدمين إليه. كن محددا وواضحا حول درجتك العلمية ومستوى معرفتك. 3 أي ثغرات في وثائقك الرسمية أو ضعف في تحصيلك العلمي لفصل دراسي معين. هنا في النص الرئيسي لا بد من أن نفصل قليلا في الأسباب والدوافع التي تجعلنا نلتحق بهذا البرنامج، وهي غالبا ما تأتي من خلفيتنا العلمية الأكاديمية أو البحثية، لذلك نحن نتقدم إلى هذا البرنامج. المحدودية والوضوح حول الدرجة العلمية ومستوى المعرفة هو أيضا سيكون وسيلة لإبرازك وتميزك عن المتقدمين الآخرين. عندما يكون لديك أي ثغرة في وثائقك الرسمية أو ضعف في تحصيلك العلمي، حاول أن تتلافاها، وسنأتي عليها كيف يمكن أن نحولها إلى نقاط قوة. بعد النص الافتتاحي والرئيسي نأتي إلى النص الختامي، وهو ما سنطلق عليه شبكة العنكبوت. انسج خيوط حجتك ومبرراتك ومؤهلاتك وطموحك بأنك الشخص المميز المستحق للقبول. تجنب في كتابة البيان الشخصي ما يشير لاهتمامك مثلا ببرنامج دراسات عليا في تخصص علم النفس، ثم تذكر أن سبب ذلك هو قضية أو علاج نفسي شخصي تعرضت له. هذا سيضعف من بيانك الشخصي أمام لجنة القبول. أيضا لا تذكر أنك ترغب في ماجستير في إدارة الأعمال، والسبب أن حاملي درجة إدارة الأعمال معظمهم أثرياء في بلدك. هذا أيضا سيبعدك عن المتقدمين لبرنامج الدراسات العليا أمام اللجنة. كتابة البيان الشخصي. هنا سنتحدث عن المسودات، ونبدأ بالمسودة الأولى. ما يجب أن نكتبه في المسودة الأولى هو: نبدأ بتحرير الأفكار على المسودة، ولا نبحث الآن عن الكمال، سيأتي ذلك لاحقا في الصيغة النهائية للبيان الشخصي. ابتعد عن الصيغ المجانية الجاهزة واكتب من وحيك الخاص. هنا ما أقصده أن نبتعد عن كل الصيغ الجاهزة التي نجدها هنا وهناك على الإنترنت، مما قد يشتت لجنة القبول في حال وجدت ثغرة تتحدث عن شيء ليس من شخصيتك أو لا يتطابق مع مؤهلاتك. لا تقل أنا فقط أقتبس إلى أن أقوم بتحريره بالشكل الذي يتناسب مع معرفتي ومؤهلاتي. غالبا أي صيغة مجانية أو جاهزة ستظهر في بيانك الشخصي حتى وإن قمت بتحريرها بشكل يتناسب مع معرفتك، لأنك لا تضمن أنها تتقاطع مع خبراتك ومؤهلاتك، ولا تظهر فيها نبرتك الشخصية. بعد كتابة أو تحرير الأفكار على مسودة أولى، أعد القراءة
لهذه المسودة بالنسبة للمحتوى؟ هل هي تغطي كل ما تريده؟ هل تم إهمال أي معلومات هامة؟ أعد القراءة بالنسبة للأسلوب. هل ما كتبته كان واضحا؟ هل مررت على جميع النقاط الهامة؟ ثم أعد القراءة بالنسبة لحضورك المعنوي. هل ما كتبته يبرز جوانب شخصيتك بشكل جيد؟ سننتقل إلى المسودة الثانية إذن. هنا قاعدة التعديل الجذري المطبقة بداية من المسودة الثانية وحتى النهاية. احذف أي معلومات مملة أو غير جذابة كتبتها في المسودة الأولى وأضف معلومات أكثر تخصصا ودقة. حافظ على الخصوصية الشخصية للبيان والحضور المعنوي. يجب أن يبرز البيان نبرتك الشخصية، لذلك قم بالتعديل أينما وجدت ذلك مناسبا. أعد النظر في التحولات والانتقال المرن للمحتوى. لا يجب أن ينتقل المحتوى من شيء إلى آخر بدون اتصال أو بشكل منفصل تماما، مما يشتت القراءة أمام لجنة القبول. عادة يفقد البيان تنظيمه وتنسيقه الابتدائي في حال تم تنقيحه، وقد يبدو غير مكتمل. إذن في المسودة الثانية ستحصل على بيان فقد تنظيمه وتنسيقه الابتدائي، وهذا لا يضر، هي قاعدة التعديل الجذري. فتذكر، سنعدل كل شيء جذريا بما يتناسب مع مؤهلاتنا ومع ما يبرز نبرتنا الشخصية والانتقال المرن للمحتوى، إضافة إلى المعلومات الأكثر دقة وتخصصا. نراجع المسودة. الكتابة الجيدة تستغرق وقتا، وجزءا من الوقت هو حضور الذهن بنشاط وعيون مفتحة. ونتذكر الراحة مهمة، واستنتج هل أحدثت تطورا ملحوظا في صيغة البيان؟ هل يفي البيان بالغرض من الرسالة التي تود إيصالها إلى لجنة القبول؟ المسودة ما قبل النهائية. خذ نفسا عميقا واعد قراءة المسودة الثانية بتمعن. قم بالتنقيح واهتم بالجانب النحوي وبناء الجملة وقواعد الكتابة السليمة. استشر قارئا جيدا موثوقا ومختصا لإبداء رأيه ونصائحه. المسودة النهائية. يجب أن تستوفي جميع التوجهات والتعليمات التي تلقيتها آنفا حول المسودات من الأولى وحتى ما قبل النهائية. يجب أن يكون البيان الشخصي الآن يبرز شخصيتك وتسمع نبرة صوتك واضحا في البيان، وهو ما يقابله خبراتك ومهاراتك وتحصيلك العلمي. يجب أن تكون الكتابة واضحة وخالية من الأخطاء كأي خطاب أو أي بيان، ونهتم بالصيغة واللغة المهنية والغير متكلفة. يجب أن لا يحتوي البيان على جمل عامة مرسلة بعيدة عن الغرض. تذكر قاعدة التعديل الجذري واعد تطبيقها أينما أمكن ذلك. هنا سنذكر بعض النصائح على هامش بيان الغرض من الدراسة. لا تنتقد مدارسك أو جامعاتك السابقة بهدف المقارنة. لا تنتقد المنظمات أو جهات العمل التي كنت تنتمي إليها في الماضي. وهنا ركز أن المقارنة أو انتقاد المنظمات أو جهات العمل السابقة هي كانتقادك لذاتك. لا تستخدم أسلوب كتابة متكلفا مما لا جدوى منه، كن واضحا وموجزا. لا تكرر المعلومات غير المهمة والتي يمكن تضمينها في سيرتك الذاتية. وهنا يمكن العودة إلى السيرة الذاتية ومحتواها لنعرف ما الذي يمكن أن نضمنه هناك ونختصره أثناء كتابة البيان الشخصي. اقرأ متطلبات البرنامج وتأكد أنها تناسبك وأنك مؤهل لتقديم طلبك.
أظهر معرفتك وأنك على دراية وملم بكل التفاصيل المتعلقة بالجامعة والبرنامج، وركز وأكد على نقاط القوة التي تمتلكها فيما يتناسب وبيان الغرض. أجب على جميع الأسئلة المطروحة وفق متطلبات التقديم، وقلنا سابقا أن بيان الغرض من الدراسة غالبا ما يأتي معه أسئلة مسبقة، سواء طرحت بشكل شخصي عبر البريد الإلكتروني أو سواء طرحت في البرنامج الأكاديمي ومتطلباته، لذلك يجب أن تجيب على هذه الأسئلة المطروحة. حافظ على الجانب الإيجابي من التحديات التي مررت بها، لا تجعل التحديات هي جزء سلبي من حياتك، حافظ على ما يجعلها نقاط قوة وإيجابية. اطلب المشورة مهما تطلب الأمر من الوقت والجهد والمراجعة والتدقيق. لا تحاول أن تنتهي بسرعة، ولا تحاول أن تصل إلى الكمال في أقرب وقت ممكن. استشر وأعد تطبيق قاعدة التعديل الجذري أينما أمكن ذلك. هنا سنأتي إلى نصائح حول كواليس لجنة القبول. عادة ما تتطلع لجنة القبول للدراسات العليا والكليات المختلفة في طلبك نحو الآتي: غرضك من التقدم لبرامج الدراسات العليا أو للبرنامج المحدد؟ ما هو مجال الدراسة الذي ترغب أن تتخصص فيه؟ الهدف المستقبلي من حصولك على درجة عليا؟ جاهزيتك ومرونتك في دراسة البرنامج المتقدم له؟ ثم أي مشاكل أو عدم اتساق في سجلاتك مثل فصل دراسي سيء؟ أي ظروف خاصة لم تتمكن من ذكرها مثل العمل خارج ساعات الدراسة؟ لماذا تفضل الالتحاق بهذه الكلية أو الجامعة؟ قد تضطر لتقديم بيان شخصي أو تكتفي ببيان الغرض من الدراسة، ولكن تأكد من أن تعرف ما يجري في الكواليس وما يجب أن تجيب عنه أو ما يجب أن تتلافاه أثناء كتابة بيان الغرض من الدراسة. بعد أن شرحنا البيان الشخصي وبيان الغرض من الدراسة، وأعلم أنه تداخل المعنيان في بعضهما البعض، هنا سنفصل أهم الفروق بين البيان الشخصي وبيان الغرض من الدراسة. بيان الغرض من الدراسة هو الموجز عن خلفيتك الأكاديمية وأهدافك المهنية وما يجعل البرنامج متناسبا مع تلبية طموحاتك وأهدافك المستقبلية. هنا أشبه بيان الغرض من الدراسة بملخص السيرة الذاتية، بيان الغرض من الدراسة موجز كملخص السيرة الذاتية، ولكن باتجاه أكاديمي وليس باتجاه وظيفي أو مهني. البيان الشخصي محدود بعدد محدد من الكلمات، ولكنه المفصل الشخصي الشامل، وهنا يشبه إلى حد ما السيرة الذاتية، بحيث يربط بين خلفيتك الأكاديمية وخبراتك الشخصية بما في ذلك الظروف الثقافية والجغرافية والمالية والتعليمية والفرص والتحديات الأخرى وما يجعلها حافزا لك للتقدم. نلاحظ بأن البيان الشخصي هو محدد على أو شاملا للمستوى الشخصي من كل الجوانب، فيما أن بيان الغرض من الدراسة هو أكاديمي بحت تقريبا. بيان الغرض من الدراسة سيتضمن الكثير من المعلومات نفسها التي كتبتها في البيان الشخصي، ولكن يفتقر إلى القصة الشخصية والظروف الخاصة في نبرة خطابك وما يميزه. إذن بيان الغرض من الدراسة هو ما سيعتمد اعتمادا كليا على خلفيتك الأكاديمية وأين تتقاطع مع البرنامج الدراسي المتقدم له. البيان الشخصي شامل أدبي اللهجة والتركيب وأكثر خصوصية، في حين أن بيان الغرض من الدراسة هو عادة أكثر إيجازا للرد على الأسئلة التي تطرحها الجامعة أو يتطلبها البرنامج
وفق محور محدد وضمن إطار ذلك البرنامج تحديدا ليتم قبولك. دونوا هذا السؤال وجاوبوا عليه لاحقا. اذكر بعض الفروق الرئيسية بين البيان الشخصي وبيان الغرضي من الدراسة. حاولوا أن تستنبطوا أكثر من فرق أو أكثر من الفروق التي ذكرناها. بعد كتابة بيان شخصي ناجح، وكما أسلفنا أن البيان الشخصي وبيان الغرضي من الدراسة هما مفتاح ذهبي نحو مقابلة جامعية ناجحة، يجب هنا أن نهنئ الشخص الذي تمت دعوته لحضور مقابلة شخصية، فليس الجميع سيتم الاتصال بهم لمقابلة شخصية جامعية. هنا يعني أن لجنة القبول مسرورة من نموذج التقديم المميز الخاص بك ومن أوراقك الرسمية ووثائقك. الآن يجب عليك أن تذهلهم أثناء المقابلة الشخصية. المقابلة الشخصية أو المقابلة الجامعية، سنتطرق في هذه المحاضرة عن المقابلة الجامعية إلى تقديم لمحة عامة عن العناصر المختلفة التي تبنى عليها عملية المقابلة الشخصية، شرح المهارات والمتطلبات الهامة نحو اجتياز المقابلة بنجاح. وهنا يجب أن نعرف ما الهدف من المقابلة الشخصية. من جهة لجنة القبول، الهدف هو تضييق دائرة اختيار المتقدمين. إذن نحتاج لبرنامج الدراسات العليا عددا محددا من الناجحين أو المتقدمين الناجحين لشغل هذه المقاعد. من جهة لجنة القبول أيضا، لتقرر اللجنة من سيمنح الحق في القبول الجامعي. نأتي إلى هدف المقابلة الشخصية من جهتك أو من جهة المتقدم. لتتعرف على أعضاء هيئة التدريس المباشرين أثناء المقابلة، لتعرف أكثر عن البرنامج الأكاديمي والخطة الدراسية، لتحدد ما إذا كان البرنامج ما يزال ملائما وفق تطلعاتك، لتقرر الالتحاق بالجامعة أو الانسحاب. وهنا هذه المقابلة الجامعية هي التي ستتيح لك الفرصة في التأكد من أنك أو من أن ما أعددته مسبقا سواء من الخبرات أو المهارات أو التحصيل العلمي ثم كتابة السيرة الذاتية ثم كتابة الغرض أو بيان الغرض من الدراسة أو البيان الشخصي ومجموع هذه الأوراق. هنا ستتأكد من أنك أو بعد هذه المقابلة الجامعية من أنك لازلت مصرا على الالتحاق بهذه الجامعة تحديدا، وإلا فستنسحب. الإعداد المثالي للمقابلة الشخصية يأتي وفق 4 أسئلة. يجب أن تعرف من أنت، ما هو أفق العمل الوظيفي أو الصناعي المتاح، هل اطلعت على تفاصيل البرنامج بشكل شامل، ماذا تعرف عن الجامعة أو الكلية. برامج الدراسات العليا هو استثمار كبير في الوقت والمال، فمن الضروري أن تقوم بالتقدم للبرنامج المناسب الذي يتوافق مع أهدافك المهنية ويلبي طموحك. لا وقت هنا لتضييع المال ولا مال هنا نضيع أو نقضي به وقتا. حقيقة أن برامج الدراسات العليا المتقدمة عميقة ومركزة، هي ما يحتم عليك أن تثبت وتبرز اطلاعك حول المجال الوظيفي
الذي ستؤديه. لذلك يجب أن تعرف ما هو أفق العمل الوظيفي أو الصناعي المتاح في حال حصلت على هذه الدرجة العلمية أو الأكاديمية. من هم أعضاء هيئة التدريس وتخصصاتهم واهتماماتهم البحثية هي ما يجب أن تطلع عليه في تفاصيل البرنامج بشكل شامل. يجب أن تعرف متطلبات البرنامج الخاصة والعامة، ما الذي يجذب المتقدمين في البرنامج، السمات المميزة لهذا البرنامج، وهذه التفاصيل يجب أو أنك مسبقا علمت بها أثناء كتابتك للبيان الشخصي أو بيان الغرض من الدراسة، فهي تعتمد أو فهما يعتمدان على هذه التفاصيل اعتمادا كليا. ماذا تعرف عن الجامعة أو الكلية هو ما يثير أو هو السؤال الذي يدفعنا بأن نفكر بأن أو بأننا سنقضي وقتا طويلا في هذه الجامعة، مدة الدراسة ستكون محدودة و جزء كبير من الوقت سنقضيه خارج الفصول الدراسية أو خارج المختبرات. لذلك فإن الكثير من الفعاليات والأنشطة تتم خارج الفصول الدراسية. ابحث حول الجامعة جيدا واعرف عن أو وتعلم واعرف عن الجامعة بشكل جيد، عن مرفقاتها، عن مكتبتها، عن مختبراتها، عن ملاعبها، عن أماكن أو أماكن الاستجمام في الجامعة. أعرف كل شيء عن الحرم الجامعي، هذا سيتيح لك فهما أعمق وراحة أكثر أثناء مقابلتك للجنة القبول. أثناء المقابلة الجامعية أو الشخصية يجب أن تسأل ويجب ألا تسأل. سنقسم هذه إلى قسمين: الأسئلة الجيدة هي التي تجعلك تبدو حريصا أكاديميا وعلى اطلاع بتفاصيل البرنامج. ما هي هذه الأسئلة؟ اسأل: هل ستتاح لي الفرصة للتعرف على مختبرات القسم الأخرى؟ ما هي فرصتي للتفاعل مع الخريجين أو طلاب الدراسات العليا الأكثر تقدما للتوجيه والتعاون المتبادلين؟ ما هي الفترة المتوقعة لإكمال البرنامج؟ متى يمكنني البدء في العمل على أبحاثي الخاصة؟ ما هي التسهيلات الإدارية والمعرفية المقدمة من قبلكم للشروع في بحث علمي؟ ما هي طبيعة الدورات التدريبية أو الخبرة الميدانية العلمية المتاحة لي؟ هناك بعض الأسئلة المبتذلة التي ستجعلك تبدو مهملا ولست متأكدا من أهدافك، وهي أن تسأل: ما هو الأجر أو الحافز المالي المتوقع للمتقدمين للبرنامج؟ هنا ستبدو أكثر توجها نحو شيء مادي وليس نحو البرنامج الدراسي وما يقدمه لك من علم ومعرفة. سؤال آخر: ما هو العائد المادي الذي سأجنيه خلال السنة الأولى من الالتحاق بالبرنامج؟ ما هو الحد الأدنى من الساعات التي يجب أن أقضيها في البحث العلمي؟ وهنا سيبدو سؤالك يدل على كسل حتى قبل أن تبدأ بالبرنامج وأنت تسأل عن الحد الأدنى من الساعات التي يجب أن تقضيها. ابتعد عن الأسئلة المبتذلة وحاول أن تدون الأسئلة الجيدة وتتمرس على إجاباتها أو تقوم بالحصول على الكفاءات والمهارات المطلوبة للإجابة عنها. أثناء المقابلة الشخصية الجامعية هناك أسئلة شائعة للجنة القبول ستسألك إياها في حال طلبت للمقابلة الجامعية. السؤال الأول: ما الذي يجعلك مهتما للالتحاق بهذا البرنامج؟ لذلك كن مستعدا للحديث عن بعض أعضاء هيئة التدريس
من نفس المجال واذكر بعض أبحاثهم وناقش ما يثير اهتمامك به. السؤال الثاني: ماذا لديك لتضيفه للبرنامج أو الجامعة؟ لذلك احرص أن تذكر إذا كان لديك معلومات متقدمة كتصميم متقدم للحاسوب أو مهارات إدارية أو مجتمعية، فحاول أن تذكرها أمام اللجنة، فهي تعتبر من الإضافات الإيجابية للجامعة أو للبرنامج. أخبرنا عن نقاط ضعفك وقوتك. فقط نصيحتي أن تتحدث عن بعض نقاط الضعف، اترك نقاط القوة لما قدمته أنت في البيان الشخصي وفي بيان الغرض من الدراسة، وقبلهم سيرتك الذاتية، حيث ركزنا على نقاط القوة لدينا وأبرزناها بالشكل المطلوب الذي يعتبر أو الذي يجعل منها مفتاحا ذهبيا لما وصلنا إليه الآن في المقابلة الجامعية. لذلك أعود أكرر نصيحتي: تحدث عن بعض نقاط الضعف لديك والتي يمكن اعتبارها مثلا مصدر قوة، كأن تقول أنا مدمن على العمل أو أنا جاد في التعامل أو أنا حازم، فهي أشياء مطلوبة تعتبر من وجهة نظر كنقاط ضعف، ولكن ستبرر لك أنها مصدر قوة في حال أنها ستدفعك إلى عمل جاد أو إلى قضاء وقت أطول في متابعة برنامج الدراسة العليا. أذكر أيضا بعض النقاط الضعف التي يمكن التغلب عليها بسهولة، سواء خجول أو تعودت على العمل الفردي. لا تذكر أنك مثلا مدخن أو أنك مدمن للقهوة وإلى ما شابه ذلك، فقط أذكر ما يمكن التغلب عليه بسهولة. ما هي أهدافك على المدى القريب والبعيد؟ هو سؤال أيضا شائع، يجب أن تكون أعددت لهذا السؤال أهدافا تجريبية عملية لا يمكن القيام بها خارج نطاق المختبرات العلمية. وإن لم تكن قررت أنك ستختص في وظيفة معينة، اطرح بعض الأفكار أو ناقش خياراتك المهنية المستقبلية التي ستبنى على هذا البرنامج في الدراسات العليا طالما أنها تنتمي إلى نفس المجال. التحضير والحضور للمقابلة الجامعية. أيام قليلة تفصلك عن المقابلة الجامعية، لذلك كن جاهزا. طبعا في أي مقابلة أو نحو أي مقابلة جامعية أو عملية يجب أن نعتمد اللباس العام الرسمي والأنيق. احمل نسخة أو حضر نسخا من سيرتك الذاتية، وهنا يتضح لنا أن السيرة الذاتية هي المترافقة مع مقابلة أو المقابلة الجامعية. سجلات الدرجة العلمية المفصلة، قائمة بالأسئلة التي تود طرحها أثناء المقابلة، وتذكر أن لا تأتي متأخرا. الآن ستخرج من المنزل متجها لحضور المقابلة، كن منضبطا مرتبا مهندما جاهزا وهادئا. أثناء المقابلة الشخصية اجعل دخولك بمصافحة حارة قصيرة ومتزنة، كن على ثقة بنفسك، لا تطلب شيئا إلا إذا قدم لك، لا تكن متطلبا أثناء المقابلة الشخصية كأريد قهوة أو أريد ماء، اترك هذه الأمور، فإن المقابلة الشخصية قد تطول إلى نصف ساعة وإلى أقصى حد ساعة، فحاول أن تأخذ قهوتك أو تشرب الماء في المنزل أو قبل الدخول إلى المقابلة. ما
الذي تبحث عنه اللجنة فيك وتنتظره منك؟ هذا من التحضير لما قبل المقابلة الجامعية. فاللجنة تنظر إلى متطلبات خاصة بالبرامج، مثلا الإدارية والمجتمعية كمهارات التواصل، المظهر الرسمي، وتحمل الضغوط. فإذا كنت متقدما إلى برنامج إداري أو مجتمعي، يجب أن تبرز كل هذه المؤهلات من مهاراتك في التواصل، من مظهرك الرسمي، من تحمل الضغط الذي من الممكن أن تقوم اللجنة بعمله أو بتوجيهه نحوك لترى أنك مستعدا لمتابعة هذه الدراسة أو هذا أو المتابعة في هذا البرنامج من الدراسات العليا. المتطلبات الأساسية لجميع البرامج، طبعا ذكرنا الآن متطلبات خاصة بالبرامج الإدارية والمجتمعية، الآن نذكر المتطلبات الأساسية لجميع البرامج، وهي إظهار التفاني، المهارات والتوجهات العلمية. وهنا يجب أن تظهر في أي برنامج تقدمت له أو أي من المتقدمين، يجب أن لا يخرج عن هذه أو عن هذا عن هذه عن هذا الشيئين، إظهار التفاني فيما يظهر طموحك نحو هذا البرنامج المتقدم له، وإظهار مهاراتك وتوجهاتك العلمية. المتطلبات العامة مثل الذكاء والخبرة، مهارات الاتصال، فهمك لمتطلبات البرنامج ومجال التخصص، هي متطلبات عامة لجميع البرامج، ليست لبرنامج خاص كإداري أو هندسي أو إلى آخره. يجب أن تكون ذكيا وذا خبرة بما أنك ستدخل عالم الدراسات العليا أو تحضر إلى رسالة دكتوراه أو ما شابه. يجب أن تكون جيدا في مهارات الاتصال والتواصل والتخاطب، وهو ما نعرضه في هذه المحاضرة العاشرة من ورشة أسس البحث العلمي. يجب أن تفهم جيدا متطلبات البرنامج ومجال المتخصص ومتطلبات البرنامج الذي تقدمت له ومجال التخصص و مستقبل هذا المجال مهنيا تأكد أنك تظهر أفضل ما عندك أمام لجنة المقابلة الشخصية. لذلك كن ودودا، خلوقا، صادقا، مقنعا، واستمتع بالمقابلة. هنا ابتعد أو أبعد عن نفسك الضغوط وما شابه مما سبق وأعددته أو حضرته والأسئلة هنا وهناك. طالما أنك دخلت المقابلة الشخصية كن أنت، تصرف على طبيعتك، حاول أن تكون متزنا، حاول أن تبرز أفضل ما عندك، كن صادقا، لا تحاول أن تراوغ، حاول أن تكون واضحا، ستخرج من جميع المآزق إن كنت واضحا، حتى وإن كان يبدو لك أنها نقاط ضعف. إذن سنغادر المقابلة الشخصية أو المقابلة الجامعية. قبل المغادرة ستنتهي المقابلة الشخصية، فلا تنهي هذه المقابلة بطلب منك حتى وإن وجدت نفسك مضطرا إلى ذلك أو وجدت أنك تحت ضغط شديد حول إجاباتك أو حول ما تكلمت به أمام لجنة القبول. دع اللجنة هي من تعلن إنهاء المقابلة. ابتسم، صافحهم واشكر حسن الضيافة، اترك عنوانك الرسمي وأرقام الاتصال الخاصة بك، عبر عن امتنانك حول ما استفدته وسمعته ورأيته وتعلمته من هذه المقابلة. الآن وقد أنهيت المقابلة بنجاح، بقي
أخيرا، بعد أن تغادر المقابلة أرسل رسالة استفسار عن القبول، فهي قرار جيد ولكن ليس ضروري. الأفضل أن ترسل بريدا إلكترونيا بعد فترة من الزمن إذا كان لديك مزيد من الأسئلة والاستفسارات، وهنا بعد انتهاء المقابلة الجامعية سيصلك الرد سواء عن طريق البريد أو عن طريق العنوان الذي قدمته للجنة بالقبول أو الرفض. وعادة إذا اتبعنا هذه النصائح والإرشادات بما فصلناه عن المقابلة الجامعية فستكون نحو مقابلة جامعية ناجحة. سيكون البريد الإلكتروني أقل تطفلا وإزعاجا من الاتصال المباشر، لذلك حافظ على التواصل مع اللجنة عن طريق البريد الإلكتروني وبمدد متفاوتة ولا تكن ملحم. نأتي هنا أعزائي إلى مقابلة العمل الناجحة. طبعا بعد أن حضرنا أو كتبنا ملخص السيرة الذاتية وأرسلناه إلى جهة العمل، يجب أن نهنئ كل من تجاوز عملية فرز المتقدمين غير المؤهلين بنجاح. هناك من تقدم غيرك أو هناك من تقدم غيرك لهذه الوظيفة ولم يتم استبعادك، فتم استبعاد الآخرين. وأيضا ما يجب أن تعرفه أن وثائقك لم تتضمن ما يلي، لذلك أنت مدعو إلى مقابلة العمل. من هذه الوثائق التي تدعو إلى فرز المتقدمين واستبعادهم عن هذه الوظائف: المطالبة براتب مرتفع أو غير منسجم، والمهام بحسب ما اطلعت عليه في التوصيف الوظيفي، نقص مؤهلاتك العلمية أو ضعفه. هنا يمكن أن يكون السبب ملخص السيرة الذاتية الذي لم تقاطع فيه مؤهلاتك العلمية أو جعلتها تبرز ضعيفة أمام مدير إدارة الموارد البشرية أو صاحب العمل الذين سيقرؤون ملخص سيرتك الذاتية. عدم تقاطع الخبرات والأهداف مع تطلعات الجهة الموظفة، وهو ما ذكرناه سابقا، لذلك لم يتم استبعادك بناء على ملخص سيرة وخطاب مرفق متميزين. من بين الكثيرين من المتقدمين تهانينا، أنت مدعو لمقابلة العمل. مقابلة العمل هي الطريق إلى شغل الوظيفة أو المنصب الوظيفي الذي تطمح له في حياتك. الهدف من مقابلة العمل سنأتي عليه من جهتين: من جهة مدير إدارة الموارد البشرية أو صاحب العمل، فسيكون اهتمامهم أو سيصبون اهتمامهم للتأكد من أنك الشخص المناسب لهذا المنصب. سيقيمون جاهزيتك للانضمام للوظيفة وممارسة مهامك. الهدف من مقابلة العمل من جهتك لتعرف تفاصيل أكثر عن المهام التي ستوكل إليك، ولتحصل على معلومات أكثر حول بيئة العمل الداخلية، لتقرر ما إذا كانت هذه الفرصة الوظيفية لا زالت تلبي طموحاتك المهنية بعد أن تتعرف عليها من قبل مدير إدارة الموارد البشرية أو صاحب العمل. سنتطرق في مقابلة العمل إلى ما يلي: تقديم لمحة عامة عن العناصر المختلفة التي تبنى عليها مقابلة العمل، شرح المهارات والمتطلبات الهامة نحو اجتياز المقابلة بنجاح، الإعداد المثالي لمقابلة أو الإعداد المثالي لما قبل مقابلة العمل هو قراءة التوصيف
الوظيفي بدقة، فكما قرأناه بدقة للتحضير للخطاب المرفق ولكتابة ملخص السيرة الذاتية، هنا يجب أن نعيد القراءة قبل الانطلاق إلى المقابلة، لأنه سيتيح لك مراجعة أوراقك وجاهزيتك قبل حضور المقابلة ومقاطعتها مع التوصيف الوظيفي والمهام التي ستوكل إليك لتجيب عن أسئلة المقابل. استعد جيدا، اعمل بحث واطلاع مسبق حول جهة العمل، ما هي توجهات جهة العمل وأهدافها، ما هي حاجتها للتوظيف في استقطاب المتقدمين، موجز تاريخ جهة العمل، المؤهلات والمهارات التي تغطي احتياجاتها، معلومات التوظيف العامة. استعد جيدا أيضا واحرص على الاتزان وأناقة المظهر عموما أثناء المقابلة. حدد الأسئلة التي تريد طرحها أثناء المقابلة مسبقا، اطلب مبكرا موعدا آخر إذا لم تكن مستعدا. اصطحب نسخا نظيفة من وثائقك واحمل قلما. النوم الجيد والراحة الذهنية قبل الذهاب إلى المقابلة أو إلى أي مقابلة، سواء كانت مقابلة عمل أو مقابلة جامعية، احرص على الوصول إلى مكان المقابلة مبكرا. بعض الأسئلة الشائعة في مقابلة العمل التي ستطرحها عليك أو سيطرحها عليك المقابل، سواء كان مدير إدارة الموارد البشرية أو صاحب العمل: ما سبب رغبتك في العمل في هذه المؤسسة؟ اذكر هنا سبب الرغبة في العمل من منطلق أنك عملت بحثا مطولا عن جهة العمل وكانت تستوفي الشروط الخاصة لديك في أنك ستنتمي إلى هذه الجهة والتي تدعم رغبتك في العمل معهم. ما الذي أحببته أو لم تحبه في عملك السابق؟ حاول أن لا تأتي على ذكر أرباب العمل، أذكر الأشياء المميزة أو المميزة التي كانت في عملك السابق والتي أحببتها، ونوه إلى الأشياء التي لم تحبها، ولكن لا تدعها تتصل بموضوع مادي أو ما شابه ذلك، أو موضوع شخصي كان بينك وبين أحد الموظفين أو صاحب العمل. ابتعد عن المادية دائما وابتعد عن الشخصية الشخصنة دائما في هذه الأسئلة. لماذا تركت عملك السابق؟ أيضا اذكر لماذا تركت عملك السابق من ناحية نقاط ضعف يمكن تحويلها إلى نقاط قوة. فأنت لم تترك عملك السابق لأنك مطرود من عملك، وأنت لم تترك عملك السابق لأنه كان عملا غير جيدا. يمكن أن تقول أنني تركت عملي السابق في سبيل تلبية طموحات أعلى مهنيا وتحصيل خبرات أكثر تعددا وتميزا. سيقول لك المقابل: حدثني عن نفسك، فاعرف نفسك جيدا وتكلم عن نفسك بإيجاز، ولا تباهي أو تفاخر بميزاتك أو بمؤهلاتك، واذكر نقاط قوتك ولا تخجل منها وكررها إن كان ذلك مفيدا. ما الذي تحب أن تصل إليه بعد 5 سنوات من الآن؟ لذلك حضر خطة مستقبلية مسبقة شخصية على مدة 5 سنوات لتكون مستعدا لهذا السؤال. ما أصعب موقف واجهته في حياتك العملية؟ هنا يمكن أن تذكر أمور عملية تجريبية أو حصلت لديك أو حدث مهم حصل في أثناء عملك في الميدان، فاذكر هذا الحدث ونوه إلى أنه من أصعب المواقف. هل تفضل العمل منفردا أم مع آخرين؟ هنا حاول أن تجيب على هذا السؤال بدبلوماسية، فعادة
هناك أعمال تتطلب العمل المفرد أو المنفرد من المهارات الخاصة التي يجيدها بعضنا ولا يجيدها البعض الآخر، والعمل مع الآخرين هو مطلوب في شتى المجالات، فأنا سأعمل مع الآخرين فيما في الشيء المتاح، وسأعمل منفردا في الشيء المتخصص الذي أمتلكه. ألا ترى أن مؤهلاتك أعلى من المطلوب للوظيفة؟ نعم، يمكن أن تكون مؤهلاتك أعلى من المطلوب للوظيفة، ولكنك اخترت الوظيفة لتخوض هذه التجربة المهنية والعملية، حتى وإن كانت مؤهلاتك هي ماجستير أو دكتوراه، وأنت متجه إلى جهة وظيفية قد لا توظف مثل هذه الشهادات. دائما ركز على أن تحصيل الخبرة العملية والمهنية يوازي التحصيل العلمي للشهادات العلمية العليا. ما هو الراتب المتوقع؟ لا تجب على هذا السؤال، فقط اترك صاحب العمل ليجيبك عن الراتب المتوقع، وقل هو ما سيكون متوافق مع خبراتي ومهاراتي وإمكانياتي، وما سيكون أو ضمن العرف، مضافا له ما أنت أضفته إلى نفسك، سواء في هذه المرحلة التي عملت بها سابقا أو من جهة الشهادات العلمية أو من جهة تخصص معين يدفعهم إلى إعطائك راتبا أكبر من غيرك. لذلك أذكر أن خبراتك ومهاراتك ومهنيتك هي التي ستحدد الراتب. أثناء المقابلة كن مستعدا لتقديم الشرح عن مؤهلاتك للعمل والإجابة عن الأسئلة التقليدية التي ذكرناها، واعمل على تطبيق ذلك مسبقا من خلال تمثيل هذا الدور مع صديق لك. ماذا لديك لتضيفه لمنصبي أو الشركة؟ اجمع قدرا كافيا من الأمثلة والمؤهلات الإضافية التي تمتلكها، واطرحها وفق إطار تطويري مرحلي ومستقبلي. إذن ضع خطة عمل مستقبلية، ضع مؤهلات أو أمثلة إضافية لتكون مستعدا لهذه الأسئلة. حول نقاط ضعفك إلى نقاط قوة كما أسلفنا في المقابلة الجامعية، ونعيد ونكرر هنا. تحدث فقط عن بعض نقاط الضعف لديك والتي يمكن اعتبارها مثلا مصدر قوة، كمدمن على العمل، جاد في التعامل، حازم. تحدث عن نقاط ضعف يمكن التغلب عليها بسهولة، وهي خجول أو تعودت على العمل الفردي. فليس عيبا أنك تعودت على العمل الفردي بحكم اختصاصك أو تخصصك في شيء معين لا يتيح لك العمل كالعمل ضمن فرق أو مجموعات. ضع أهدافا على المدى القريب والبعيد، اعرف إلمامك بطريقة إتمام المهام على أكمل وجه، والعمل على تحسين جودة العمل وكفاءته. من الأهداف الأخرى هي خطة تطوير بسيطة وموجزة من خلال ما اطلعت عليه في التوصيف الوظيفي وما يتقاطع مع مؤهلاتك وتوفر الموارد. أثناء المقابلة أيضا احتفظ بمتابعة الاتصال بالنظر في أعين المقابلين وتفهم حديثهم، لا تنشغل بشيء آخر غير الاتصال بالنظر في أعين المقابلين، خذ وقتك في الإجابة، تكلم بصوت مسموع وأجب بكفاية وعناية على الأسئلة. إذا أخطأ المقابل في سؤال تخصصي أو فني لا تحاول أن تخطئه، بل حاول أن تساعده في تفادي الخطأ. اذكر إنجازات علمية أو عملية باختصار وأعطي أمثلة أو قدم مستنداتك. لا تشعر بالذعر في فترة الصمت،
ولا تتكلم من أجل الكلام. لا تكن مراوغا في إجابتك ولا تمدح نفسك مباشرة إلا إذا دعيت إلى ذلك. لا تثير جدلا مع المقابل ولا تصعد الموقف بينكما الأولوية للمقابل. اعرف هذا جيدا، وأن المقابل قد يكون يثير جدلا ما معك ليرى ردة فعلك تجاه هذه المواقف. لا تتطوع لإعطاء معلومات عن عيوبك ونقائصك. إذا لم تسأل عن عيوبك أو نقاط ضعفك فلا تذكر شيئا عنها. دائما وأبدا لا تخرج عن أدبيات الخطاب، وابقى هادئا حتى لو تم استفزازك، سواء في المقابلة الجامعية أو مقابلة العمل. إذا تأكد أنك تظهر أفضل ما عندك أمام المقابلين، كن ودودا وخلوقا صادقا ومقنعا، واستمتع بالمقابلة. المغادرة الناجحة لمقابلة العمل. في نهاية مقابلة العمل لا تغادر المقابلة حتى يطلب منك ذلك. ابتسم، صافحهم واشكر حسن الضيافة، اترك عنوانك الرسمي وأرقام الاتصال الخاصة بك، عبر عن امتنانك حول ما استفدته وسمعته ورأيته وتعلمته من هذه المقابلة ومن المقابلين. غادر المكان فأنت انهيت المقابلة بنجاح، ولكن بقي أخيرا اكتب لأصحاب العمل خطاب الشكر بعد المقابلة مباشرة، حتى إذا لم تحصل على الوظيفة اتصل هاتفيا واستفسر، أرسل بريدا إلكترونيا خلال أسبوعين واستفسر عن قرار إدارة الموارد البشرية في توظيفك من عدمه. سيكون البريد الإلكتروني أقل تطفلا وإزعاجا من الاتصال المباشر. إذا أعزائي، بعدما انتهينا من الحديث عن مقابلة العمل، لابد أن نشير إلى أهم الأشياء التي تجعلنا حاضرين تجاه أو أمام الشركات والمؤسسات والوظائف والفرص الأخرى. ومن هنا يجب أن نعرف عن النتوركينج أو التواصل الشبكي. هنا سنعرف التواصل الشبكي سواء على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني بجملة واحدة تقول لك: تطلع نحو التواصل الاجتماعي وليس التواصل النفعي. إذا تواصل مع الناس اجتماعيا واترك المنفعة، وعادة ما يأتي هذا التواصل بمنفعة تلقائية. بتعريف آخر مفصل، التواصل الشبكي هو بناء روابط تنطلق من تواصلنا مع من نعرفهم لتربطنا بمن يعرفونهم بطريقة منظمة ولغرض محدد. يجب أن نعرف قبل البدء بالتفصيل بالتواصل الشبكي، يجب أن نعرف عن سوق الوظائف الغير معلنة أو الـ Hidden Job Market. التواصل الشبكي هو الطريقة الأفضل لدخول سوق الوظائف المخفي. ولنعرف أكثر عن سوق الوظائف المخفي، يجب أن نعرف أن التواصل الاجتماعي الشخصي أو المهني دائما ما يجعلك تتعرف على أشخاص على علم بالوظائف التي يتم الإعلان عنها أو التي لم يتم الإعلان عنها بعد. أصحاب العمل عادة ما يلجؤون أولا لموظفيهم أو معارفهم المهنية وحتى أقربائهم وأصدقائهم لتزكية معارفهم التي ربما تكون أنت لمنصب أو وظيفة لم يعلن عنها بعد. لذلك سوق الوظائف الغير معلنة هنا تأتي أهميته أو تأتي أهمية معرفتنا وممارستنا للتواصل الشبكي الشخصي والمهني من أهمية السوق المخفي
للوظائف الغير معلن عنها. يجب أن نعرف أن 20-30% من الوظائف يتم الإعلان عنها في سوق الوظائف عن طريق الجرائد والتلفزيونات وإلى آخره، ولكن سوق الوظائف المخفي يضم أو يشمل 70-80% من الوظائف التي يتم شغلها بطريق التزكية أو التوصية. إذن النسبة الأكبر لسوق الوظائف المخفي، في حال أتقننا التواصل الشبكي سنكون متواجدين في هذه المنطقة من السوق المخفي. هنا نعرض عليكم مستويات شبكة التواصل أو كيفية أو آلية شبكة التواصل. نعرض 4 مستويات تجعلك على اتصال بشبكة معارف واسعة بشكل تلقائي وأحيانا دون علمك وبدءا بالمعرفة الأقرب. إذن معرفتك الأقرب هي صديقك، وهو المعرفة من المستوى الأولى. صديقك سيتحدث عنك أمام عمك، أو سيتحدث عن حاجتك للوظيفة أو لمنصب أو لعمل أمام عمه، ثم عم صديقك سيخبر رئيس دائرتي أو رئيس دائرته التي يعمل بها. إذن سننتقل من المستوى الأول من الصديق إلى عم الصديق إلى صديق عم الصديق إلى رئيس دائرة صديق عم الصديق. نعود للتواصل الشبكي بعد أن عرفنا ما هو السوق المخفي أو سوق الوظائف المخفي. يجب أن نعرف من هم شبكة التواصل الشخصية. إذن هم الأصدقاء المقربون والعائلة، أصدقاء الحي عبر الأبناء أو النادي الرياضي أو أصدقاء دور العبادة في الحي، أصدقاء المدرسة والمراكز الثقافية، رؤساء العمل السابقين، زملاء الدراسة، زملاء المنظمات والهيئات المهنية، أرقام الاتصال بالمعارف والأصدقاء خلال عمل تطوعي سابق قمت به أو مشروع عملي أو جامعي أو إلى آخره. شبكة الاتصال المهنية تتألف عادة من أشخاص يوجهونك نحو فرص عمل من خلال توفير معلومات قيمة أو تقديمك لأصحاب العمل دون أن تعلم عن طريق الآتي. سيبلغونك عما يجري في كواليس المنشآت وقطاعات الأعمال. تزكيتك عند من قد يساعدك في الحصول على عمل. إعطاؤك تلميحات حول فرص عمل متاحة. سننتقل إلى 3 أنماط أساسية للتواصل الشبكي المتكامل. النمط الأول وهو شبكات التواصل الاجتماعي، لذلك ابقى على اطلاع بآخر الصفحات والمواقع الاجتماعية مثل الفيسبوك، اليوتيوب، ماي سبيس إلى آخره من صفحات التواصل الاجتماعي، وأهمها صفحة التواصل الاجتماعي المهنية وهي لينكدإن. التواصل الشخصي المباشر فحديث وتواصل قصير أثناء ركوب المصعد مع أحدهم قد يوسع شبكة معارفك. الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات، من أفضل أنماط التواصل الاجتماعي هي هذه الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات، وبالطبع حضورها حيث يتم فيها تبادل المعلومات، تبادل أرقام الاتصال البزنس كارد، وقد تكون أفضل حضورا في ذاكرة الأشخاص. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة، ونرجو أن نكون قد وفينا جزءا كبيرا من مهارات التواصل والتخاطب. ويجب أن نعرف أنها ليست هي المهارات الوحيدة، وأنها مهارات يجب صقلها وممارستها والتعلم والتمرن المستمر عليها لكي نصل إلى هدفنا المطلوب، سواء الهدف المهني أو الهدف الأكاديمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.